رجل الوضع وجاب لها تحت السفر. يلزمكم تتلفتوا لها في المية في الكياس المدرسة بعيدة، حالتها تشكر ربي. عبادها بطالة، ظروف قاسية، غلاء معيشة، تلفتوا لها شوي باش العباد تنجم تطوع وتقري ولادها. تم اللي عنده صغير ماهوش قاعد يهز فيه المكتب، ظروفه ما تسمحش. نقهوا وسلي ربي 180 لا مكفيتها لا في دواء السكر لا في دواء الكبد لا حتى حاجه. جيت نمشي جيت نشكي عليها قالوا لي ما الدواء ما نعاونهاش حتى بالدواء. حالتها تشكي ربي عندها مرض الكبد، حالتها تشكي ربي. ودي بطل هاو خارج من الباك وقاعد في الدار ليني الكياس من غادي ما طلعناش المي الكعبة والدوي وهاني عايشه وحدي. ها كان مش طرف الحليب هيك عايشه به والله ما يصير في شيء. بوجبلة التي يقطع سكانها يومياً ما يقارب 5 أو 6 كيلومترات لجلب الماء كل بطريقته، فهناك حيث أطبق العطش على معظم سكان المنطقة ولم يترك لهم بديل غير مجاري وأحواض لم تخلف سوى الأمراض. العين أنا كانت منها من قبل جاي من الصفاي هذاك في الشتي تو هكاك ما كبستوها تو نصلي على النبي في السيف تنقص في السيف تنقص تموت جمله الوفات يشربوا منه. ما عندناش حتى يقول في هذا ولا ربي ما عندنا شيء ما عندناش منين مش مناسب كان من هذا. اللي عنده وسيله نقل يمشي يجيب من بعيد، اللي ما عندهوش وسيله نقل يشرب من هذا. نجوم في السيف نجوم الثمانيه نروح ولا ربع تاع العشي مع بيتنا بوجبلة. ما تقبلش تشرب منها بوجبلة، الروابحية، الخذايرية، مقرة، السخيرة، عوانة، كلها يشرب من هني من بوجبلة من العين هيك. ونتعمكم على المنورة ذي، ونتعمكم من خلقتني من عام 80 نلقى روحي هكا. وخاتل القدم. أما أنا قلت لك من عام 80 ما تماش من شمل ما نعرفوش سبا لا نعرفها كاش في سجنة في نمشي للمدينة نعرف نلقى نعرف سبا وحسب رايك عليه هو شنو المشكلة لا أعرف شنو المشكلة. يجينا ويجي يجي الناس كل تجي الناس كل تجي وما تم شيء كلهم يجوا يوعدون بحاجات وما تم شيء جاي ما تم كل انتخابات ولا بعد ديما يجوا بالانتخابات يجوا بالانتخابات يجوا ديما موجودين. باش تعبي الماء ولا ما ماش انت؟ لا ماش مش لقيت شويه زيتون ونعبي شويه مي هذا باش نشربوا. شويه زيتون تو باش نجيب تجمع زيتون. هاي باش نجمع شويه زيتون. وشنو هي اموركم لاباس علاش؟ لا امورنا واش تعبين في مويها تعبي. من ناحية؟ من ناحية المي بعيد علينا وما ثمش نمشوا 3 كيلومتر باش نخلطوا للمي. باش نخلطوا ونحطوا نكدسوا هذه كل نكدسوها بالوبادين ولول بالاول التالي بالتالي حتى يقعد طريقنا للغدو الصباح ويقعد طريقنا هكاك. المشكلة كان الماء. المشكلة كان الماء. الكياسات مكسرة. الكياسات مكسرة ثاني وتعب الكياسين. وقديش عندك تو في البلاصة هذيا؟ هنايا هاي عمري قداش هاني 62 سنة عمري نخدم نخدم عند العباد مش انت هاي مش انت عيناي لا نخدم بالنهار لا بالنهار عند العبيد. قداش نهارك؟ نهاري بما تو هاو الزيتون خذ 150 فرنك نهارك 150 فرنك؟ اي بالكيلو 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 اي بالكيلو الزيتون نهار ابو بري قداش من كيلو؟ واش نصور انا خذ 7000 7000 8000 كل يوم ويوم هاي كل يوم ويوم لا يلمون بالجمعة ويخلصون يخلصون بالجمعة 50 فرنك يخلصوا فين ونروح لا 4-5. ولادك تو معرسين؟ لا معرسين. تو انت والعزوزة كاو بدا هاي لادني والعزوز وما يجوكمش الاولاد يجوكم؟ لا هاني يجوني يطلعوا علينا ويرجعوا يخدموا المرمى يخدموا المرمى جاي المرمى تخرج تحوس ترتاح شوية ونحن نص الليل
للي يضرب السحور ونروحوا ببادن المي. بعد ما نشرب الصحفة نتاع الشربة ونهزوا البادن ونشرب العين. بالسوايع كل واحد يعني وطريقة. ما تسهروا على الماء. نسهروا على الماء ساعة على ساعة نعود نفارس تضرب الستة تاع الصباح تلقيني نخلي البادن مفرغين هكاك ونجري باش نلبس ولادي. ونمشي نلبس ولادي ونرجع نشد طريقي كالعادة. المي والبيست ناي وصلت ببنتي حبل به ولدت به محسوب في الكهرباء. ان شاء الله ربي ان شاء الله يرزقنا من خير وان شاء الله انت معانا. ان شاء الله ربي معاكم. ربي معانا. ربي يجيب القصر. ان شاء الله. سرح بالكري. أو مش متاعك. سرح بيهم. أي نعم. وأنت توا من البلاصة هذيا معناتها. من البلاصة هذيا بالضبط. وخاطرش معناتها بعيدة دارك من هنا. من هنا توا كيلومتر. كيلومتر. أي. وشنيا ناقصكم شنيا ينقصكم معناها شنيا حاجاتكم. ناقصين أولا هو الماء. ثانيا هو الشغل. الشغل هاك قلت لي لاباس. المهم شو نقولوا لاباس صحة الأبدان لاباس. صحة الأبدان. صحة الأبدان لاباس. أما بكلها ناقصة. ناقص الشغل البطالة الشباب قاعد مرتاح التقاعد 200 ألف فرنك ما عملوا حتى شيء تقفوا في ملحة ملحة 200 ألف فرنك ما يعملوا حتى شيء شو عندك صغيرات عندي خمسة ثلاثة كبار بطالة هنا يعني سارها بس ثلاثة نعشات ما يعملوش حتى 500 ألف هو الحالة حالة تعبة في أقصى درجة كنا تابعين هذه منطقة بوجبل كانت تابعة مرتبة تسجد يعملوا هكاي تحويل برات معناها تغيير إضافة بلدية أخرى نصبحوا نحن بعاد على المنطقة البلدية 26 كيلومتر ولينا متابعين منطقة الحشاشنة تقسيم منطقة بلدية الحشاشنة الحشاشنة أي هذه لا أحداث بلدية جديدة تعتبر بلدية كالبلديات الإضافية ولينا متابعين بلدية الحشاشنة سجنان تو تبعد علينا 7 كيلومتر يوصلون البلدية الحجاج اللي بعيد علينا 26 كيلومتر شوف التقسيم الإداري كيفاش وضعه فهمتي تقسيم إداري ضرب المنطقة كله مش كنا احنا ثم منطقة أخرى اللي هي بنياسة تبعد على المنطقة البلدية الجديدة أكثر من 30 كيلومتر توين هنا ندوروا ما عندهمش ماء لا عندنا ماء لا عندنا ماء كياس خسر عليه الدولة ما فماش مراقبة عليه برا تو اعمل دوره في الكياس خاص عليه الدوله لا يزي يعمل كيلومتر معناها عرضه متر ونص ولا يزي حتى المواصله باش كيزاري ثم ضربه نورمالمون البلديه الجديده تاخذ المشعل على وزاره التجهيز خاطرش خاطر وزاره التجهيز مش مراقب لهنا يلزم تراقب البلديه ما فماش الكياس خاص عليه الدوله باش يمشي ذي حرام منيش من تدخل بسيط ينجح الكياس كيفاش تدخل مثلا حفر كم فوسي دخل الماء للكياس يحوز عليه باش عاش يدخل الماء للكياس لهنا ينجح الكياس هكا ولا كي تخليه الماء اليوم الضر هذيك غدو يضر الاخر كياس هذا وضع شنو؟ وضع العمل الاداري مفقود نحن سجنان لهنا معتمدية من سيء عليه من من ناحية ما يشوفوناش لا يجونا لا يشوفونا لا يرونا 11% في السيف يجي جوال وجميل يجي يشوفوا في المي 11 شباب بطال من 20 مش لي نخدم ما جاش خدمه قاعد يلاقي في الزيتون عندنا قداش من نعمل هما زيتون يلاقي في الزيتون عندنا ما ثمش ما يجيناش باش نخدم شهرين زيتون رتم العائلات هذا عليه هو العائلات هذا العائلات هذا تاع عندهم 40 زيتون 50 زيتون نخزي قداش من واحد لاقيت فيه ما عندناش طول العام طول العام هاكين مره نخدم في المرمى كان لقينا نخدم ما يجيناش انا قاعد يخدم وقت الاربع خمس ايام في الزيتون ويجي ويبقى اربع خمس ايام في الزيتون ويبقى من 20 سنين حتى 35 سنين مش ديما متواصل الخدمه بابا تخدم